بلس الوحدة الثالثة. يلا، في الوحدة الثالثة عندي عنواننا اسمه ماي وورلد. ماي وورلد عالمي، العالم بتاعنا او العالم بتاعي انا. مديني حاجة في اول درس، ماي كوميونيتي. ماي كوميونيتي يعني ايه يا سير؟ ماي كوميونيتي، ها يعني ايه ماي كوميونيتي؟ معناها مجتمعي، المجتمع اللي انا بعيش فيه، المجتمع اللي انا بعيش فيه. ماي كوميونيتي مجتمعي. نهدى شوية، الكلمات اللي عندي سهلة ما فيهاش اي مشكلة. لما اقول ماي كوميونيتي هنا هوت، مديني مجتمعي، عبارة عن النيبر هود. النيبر هود يعني الجوار او الجيران. مديني كمان البيبل، الناس اللي بيعيشوا حواليا ومعايا. الاكتيفيتيز، الانشطة اللي انا بمارسها في حياتي دي كلها بتكون حاجة اسمها ماي كوميونيتي، المجتمع بتاعي. طيب الكلمات اللي مديهاني هنا، مديني كلمة شوبس اللي هي محلات، سكولز المدارس، سبورتس الألعاب، ميوزك الموسيقى، فريندز الأصدقاء، الفاميلي الأسرة، ستريتس الشوارع اللي أنا بعيش فيها وحواليا، الهاوسز اللي هي البيوت أو المنازل. كل دول بيكونوا عندي ماي ماي كوميونيتي، ماي كوميونيتي المجتمع بتاعي. تعالوا كمان نشوف، مديني توجذر معا، اريا، اريا معناها منطقة، ميكستشر، ميكستشر اللي هو خليط، فيليج قرية، سوسايتي المجتمع، كلوز ملابس، تورستس سياح، بارت اوف جزء من، ورك هارد يعمل بجد، فير واي، فير واي معناها طريقة عادلة، فير واي، فور واي مديني ويذر اللي هو الطقس، جيمز ألعاب. بعد كده هيتكلم عن حاجة اسمها جود سيتيزن شيب، المواطنة الجيدة. جود سيتيزن شيب المواطنة الجيدة، بقول على الشخص ده انه جود سيتيزن، مواطن جيد، اذا كان هيلبفول يعني متعاون، إذا كان كايند طيب وعطوف، إذا كان بولايت مؤدب. طيب الديفينيشنز اللي عندي، التعريفات اللي عندي، الكلمات دي مهمة يعني هيجيلي في الأسئلة. يعني إيه كوميونيتي؟ وقال لي هنا جروب اوف بيبل هو ليف توجذر، مجموعة من الناس بيعيشوا مع بعض، ان ذا سيم اريا في نفس المنطقة، اند شير اكتيفيتيز بيتشاركوا الأنشطة مع بعضهم، and the ideas والأفكار. يبقى المجتمع بتاعي عبارة عن الناس اللي حواليا أو اللي بيعيشوا معانا، وبنتشارك معاهم الأنشطة، أصحابي اللي في النادي، أصحابي اللي في المدرسة، أصحابي اللي في الشارع، دول كلهم الإيه؟ الكوميونيتي بتاعنا. neighborhood يعني الجوار أو الجيران أو الحي السكني اللي أنا بعيش فيه، اللي هو عبارة عن إيه النيبر هود؟ الستريتس اللي هي الشوارع، هاوسز والبيوت، وشوبز المحلات، وسكولز المدارس، كلوز تو وير يو ليف اللي قريبة من المكان اللي أنت بتعيش فيه. يبقى المنطقة اللي أنا بعيش فيها بشوارعها، بمحلاتها، ببيوتها، بمدارسها، بنواديها، دي كلها اسمها النيبر هود، يعني الجوار او الحي السكني. سيتيزن شيب يعني المواطنه، يعني ايه مواطنه؟ behaving in way that helps your society، كونك بتتصرف وتتعامل في المجتمع بطريقه بتساعد بها مجتمعك، يبقى انت كده عندك سيتيزن شيب، عندك حب للوطن، مواطن صالح، مواطن جيد. activities اللي هي الأنشطة، things you can do، زي واحد بيلعب باسكت، واحد بيلعب تنس، واحد بيرسم، واحد بيجري، دي كلها اسمها activities، أنشطة. ال ideas معناها أفكار، the things you think and believe يعني أفكارك أنت اللي أنت بتؤمن بيها وبتعتقد فيها، هي ديت اللي بنسميها ال ideas. يبقى things you think الأشياء اللي بتفكر فيها، and believe وبتؤمن بيها أو بتعتقد فيها، دي بسميها ideas.
تعالوا نشوف القطعة الأولى. بيقول لي read about حبيبز community، تعالى نقرأ عن المجتمع بتاع البنت زميلتنا اللي هنا اللي اسمها حبيبة. My community، حبيبة بتقول لنا my community المجتمع بتاعي، وبتبدأ تعرفنا يعني ايه community. A community is a group of people، هو مجموعة من الناس، who live and work together، اللي بيعيشوا وبيعملوا سويا. In the same area، في نفس المنطقة. A community is more than your house، بيقول لي ان المجتمع ده اكبر من البيت بتاعك والفاميلي بتاعتك او حتى النيبرهود الجيران بتوعك. It's a mixture، انه خليط of people من الناس والبليسز والاماكن والاكتيفيتيز الانشطة والايدياز والافكار. My community includes، المجتمع بتاعي بيحتمل او هنا بيشتمل على بيتضمن او بيشمل my family my friends and my school. يبقى الكوميونتي بتاع حبيبة هنا اللي هو عبارة عن الأسرة والفريندز الأصدقاء والسكول المدرسة. There are probably important places in your city or village، بتقول من المحتمل ان يكون في اماكن اسمها important places، اماكن مهمة، in your city في المدينة اللي انت بتسكن فيها، او الفيليج القرية اللي انت بتسكن فيها، that you often visit اللي انت غالبا بتزورها، اماكن مهمة في بلدك انت بتحب تزورها. You can also have a community there، يمكنك ايضا ان يكون لك مجتمع ايضا هناك. For me، حبيبة بتقول for me بالنسبة لي انا، I am part of، يعني أنا جزء من الكوميونتي at my sports club too، أنا جزء من المجتمع بتاعي اللي موجود في السبورتس كلاب، في النادي الرياضي بتاعي. When you act in a way that is good for your community، بيقول لي لما احنا بنتصرف بطريقة كويسة ناحية المجتمع بتاعنا، this is good citizenship، ده اللي بيعني الgood citizenship، المواطنة الجيدة. This means، ده معناه that you work hard، انك انت بتعمل بجد، to help other people، انك تساعد الاخرين، and behave، وبتتصرف in a kind and fair way، بطريقة طيبة او عطوفة، and fair way، وطريقة عادلة. Good citizenship، المواطنة الجيدة، is a good part of being in a community، هي جزء أساسي ومهم عشان تكون واحد من ضمن المجتمع. I am always polite، بتقول على نفسها أنا دائما مؤدبة، and helpful، ومتعاونة مفيدة في المجتمع بتاعي، at school، في المدرسة، and at my sports club، وأيضا في النادي الرياضي اللي أنا موجودة فيه. ده بالنسبة للكوميونتي بتاع حبيبة، عرفت لنا يعني إيه كوميونتي، وكمان اتكلمت عن الكوميونتي الخاص بيها سواء كان في السكول أو في السبورتس كلاب. بيقول لي في أول مين سؤال، اللي حدد صورتهم دول؟ نعم، مين اللي حدد صورتهم دول؟ ديت أسرتها. طب ليه حتى صورتهم؟ لا حول ولا قوة، عشان تقول لنا إن ده المجتمع بتاعها. السؤال الأول، السؤال الأول على القطعة بيقول لي what is a community، what is a community، إيه هو الكوميونتي؟ هطلع فوق كده اهو واقول له a community is a group of people who live and work together in the same area. ادي واحدة. النقطة التانية، what does good citizenship mean، يعني ايه good citizenship، يعني ايه مواطنة جيدة. هنطلع فوق في القطعة واشوف الgood citizenship، الgood citizenship، المواطنة الجيدة هي فين اهو. يقول لي when you act in ways that is good for your community، this is good citizenship، هي ديت الgood citizenship، هي دي المواطنة الجيدة، اللي هم السطرين دول كده هم.
يبقى when you act يعني لما بتتصرف in ways that is good for your community، لما بتتصرف بطريقة لائقة وجيدة في المجتمع بتاعك، ده بيعني إنك good citizenship. Does حبيبة help other people؟ هل حبيبة بتساعد الآخرين؟ Yes, she does. Yes, she does. قالت أيوة أنا help others، يعني أنا بساعد الآخرين، أنا بساعد أصدقائي أو بساعد الآخرين في المجتمع بتاعي، علشان كده بنقول هنا yes she does. Yes she does. نروح بعد كده لجزئية الجرامر. أول جرامر مديهولي هنا حاجة اسمها البوسيسيف adjectives والبوسيسيف pronouns. هو ايه ده؟ اللي هي my, his, her, its, our, your, their. مالهم دول؟ عشان اقول my زي ما بقول مثلا my book، my book، his book، her book، its book، our book، your book، their book. هلا يعني my واخواتها ده همت لازم يجي بعدها كلمة تاني، ماي واخواتها لازم يجي لي بعدها كلمة، فأقدر أقول this is my pen، هذا قلمي. ينفع أقول this is my waistcoat؟ لا لازم أقول له my إيه، my pen، my car، my brother، my father. يبقى my و his أو her أو its أو our أو your أو their لازم يجي لي بعدهم اسم، بسميه اسم مملوك، يعني اسم ملك للاسم اللي قبله ده. يبقى لما اقول له ماي لازم اقول له ماي كذا. طيب ايه العلاقه بان انا بقول ماي ويجي بعدها كلمه والجزئيات الجديده دي؟ دي مش جديده ولا حاجه، الكلمات دي ايضا اللي هي ماين وهيز وهيرز واورز ويورز وزيرز. مالهم دول؟ دول اسمهم ضمائر ملكيه، ضمائر ملكية. طيب أمال دول اسمهم إيه؟ اسمهم صفات ملكية. طيب صفات الملكية اللي هي ماي وإخواتها، نحفظها كده ماي وإخواتها، لازم يجي بعدهم كلمة اللي أنا بتكلم عن ملكيتها. أما ماي وإخواتها بيجوا في نهاية الجملة، ما يجيش بعدهم كلام، ما يجيش بعدهم كلام. يبقى عشان أختار كلمة ماي في الجملة أو هيز أو هيرز أو أورز أو يورز أو زيرز، بعدها الفلسطوب، يعني بنقفل بها الكلام. طيب اديني مثال، تعال نشوف بقى ونركز في الجمل عشان الجمل دي هتجيلي في الاختيارات. لما أجي أقول هنا this is my pen، ده معناه إن أقدر أقول this pen is mine، هذا القلم ملكي. لا. يبقى my pen قلمي. طب لما اقول البن ده is mine، هذا القلم ملكي برضه. لا يعني دي ملكيه، دي ملكيه ودي ملكيه. الفرق ما بين ماي وماين ان ماي لازم يجي بعدها كلمه، اما ماين ما يجيش بعدها حاجه، الكلمه بتبقى جت قبلها خلاص اللي هي كلمه بن. يبقى لو قلت this is my pen معناها this pen is mine، هذا القلم ملكي. ينفع اقول له this pen is my؟ لا لا، my يبقى اقول له my pen، my كذا، my هو حاجه بعدها، انما mine الحاجه جت قبلها ايه؟ البن اهو. نشوف مثال تاني، بقول this are your keys، هذه مفاتيحك، دي مفاتيحك انت، معناها these keys are yours. يا سير ايه الفرق ما بين your و yours؟ ايه الفرق ما بين your و yours؟ your اسمها صفة ملكية، اما yours دي اسمها ضمير ملكية بتيجي في نهاية الجملة. عشان نفهمهم اكتر لازم اكون حفظتهم، لازم دول يتحفظوا، لازم دول يتحفظوا. طيب ايه الفرق يا سير ما بين دول ودول؟ هميز ضمائر الملكيه ده همت اللي مش بيجي حاجه بعدهم كلهم اخرهم اس، هلاقي هيز هيرز اورز
yours theirs ما عدا ماين مع نفسها ما عدا ماين مع نفسها يبقى إذن ماين وهيز وهيرز وأورز ويورز وزيرز دول اسمهم ضمير ملكية يأتي في نهاية الجملة أما ماي وإخواتها اللي هي ماي هيز هير إتس إتس ملهاش هنا ملهاش هنا حاجة ملهاش إتس أور يور زير ده لازم يجي اللي بعده اسم يبقى الكلمات اللي ما فيهاش إس لازم يجي بعدها كلمة بقول له my book his book her book our book your book their book إنما هنا بقول له the book is mine the book is his the book hers the book ours the book yours the book theirs يبقى كل الإس عندي تأتي في نهاية الجملة وطبعا معهم أختهم الكبيرة اللي اسمها ماين اللي اسمها ماين يعني ايه ماين يا سير ملكي طب وهز ملكه هو للمفرد المذكر هيرز ملكها هي للبنت او الست اورز ملكنا كلنا يورز ملكك او ملككم زيرز ملكهم يبقى لما اجي اقول هنا This is my neighborhood معناها it's mine إنها ملكي Our school يعني ours My يعني mine ها لما أجي أقول Russia's لما هي Russia يعني her يبقى معناها هنا hers Your معناها yours لما أقول Adam's Adam's معناها هنا his ملكه هو ملكه هو تعالوا نشوف التدريب ده بيقول لي هنا في الرايت طبعا مش هيجي لي الرايت في امتحان الشهر بس نفهم الجمل This is my bag استخدم كلمة mine يبقى هقول له This bag is mine is mine هذه الحقيبة تكون ملكي my بقت mine طيب لما اقول له These are Her games دي ألعابها عايز أقول these games هذه الألعاب are بتكون hers ملكها ينفع هنا أقول his لا لا لأن عند أصل الجملة مين her بقت hers هنا بيقول لي this jacket is yours الجاكيت ده yours ملكك معنى كده this is your jacket your jacket those are their books كتبهم معنى كده ان البوكس ده هي are theirs are theirs ملكهم this house is ours البيت ده بتاعنا this is our house our house يبقى لما أقول mine معناها my book his معناها his book hers معناها her book وهكذا تعالوا نلعب يلا جمل الاختياري اللي هيجي لي زيها في الامتحان ده number one this is my book it's mine إنه ملكي These are Adams, Adams, Adams. يبقى his. Adams يبقى his. الكلام ده احنا واخدينه في أولى ابتدائي. واخدينه في أولى. إخواتكم اللي في أولى بياخدوا السناد. That is bike. It's hers. اداني hers. أقول له أنا هنا إيه؟ My car is red. عربيتي حمراء. But is white. Our لازم تبقى اسمها ours Here لازم تبقى اسمها hers His ما عنديش غير his وhis معناها هنا his car his هنا معناها his car ونخلي بالنا من الجملة دي السر لما شرح لنا قال لي ماين واخواتها بتيجي في نهاية الجملة ما بيجيش بعدهم كلام بس هنا جاب كلام أيوة يجي كلام في الجملة اللي زي ديت ليه بقى
انا قلت هنا بتكلم عن حاجتين، العربيه ده هي بتاعتي لونها كذا ولكن عربيته لونها كذا. طب ليه اسم مش عربيتها؟ لو عربيتها كنت قلت هيرز، كنت قلت هيرز. هو في كلمة كار هنا؟ في كار هنا؟ في كار هنا؟ في كار هنا؟ لا. لو كار ينفع هير كار وأور كار وهيس كار، إنما هنا هوت لأن ما عنديش كار يبقى بقول له هيز بس، لأن هيز لو لاحظنا هيز، لو لاحظنا هيز ألاقي هيز هنا وهيز هنا، هيز هنا وهيز هنا. جملة الأخيرة مستر، أول واحدة كانت إيه؟ أول واحدة كانت إيه مستر؟ الأولى إيه يا أولاد؟ ماين ماين. والتانية هيز هيز. والتالتة هير بايك، هير بايك يعني هيرز. اه ماي كار بات هيز وايت. زوز ار راشاز، راشاز جلاسز هيرز، دي ملكها هي. الجمله الاولى في الرايت، جودي اي جودي ايمن، ذس رولر از هيرز، استخدمي هير. This is hair roller. برافو عليكي. يبقى this is hair roller. سير قال لي هير يجي بعدها الكلمة، الكلمة اسمها رولر، يبقى this is hair roller. جودي معوض، that is their kite. That is their kite. عايز أقول theirs. That kite is theirs. إيه العسل ده، برافو. That kite is theirs. That kite is theirs. هذه الطيارة بتاعتهم. This is our neighborhood. دي الجوار بتاعنا. عايز أقول ours. أنا يلا يا محمد. أنا سير. محمد قول يا أبو وردة. This neighborhood is ours. ممتاز، ايوه كده. This neighborhood is ours. يبقى ours تيجي من غير كلام بعدها. اخر جمله، These are his clothes. عايز اقول these clothes. These are ايه بقى؟ His برضه، لان هنا his وهنا his، هنا بنهز وهنا بنهز. تمام. هنا هز وهنا هز. الاكتيفيتيز هنحل الجزء الخاص بالتعريفات والكلمات اللي خدناها دلوقتي. نشد حنا شويه يا شباب، احنا مزنوقين، اتزنقنا بجد في جزئيه كونكت بلس، ولكن حتى لو هو لحد دلوقتي ممكن يبقى في امتحان وممكن ما يبقاش فيه، ولكن نجهز، مش هنسيب الدنيا لحد الامتحان ونقول لا ده احنا ما نعرفش. تمام، يبقى هنمتحن نحل عادي ونعمل اللي علينا في الجزء ده. اهو ده الجزء الاول من ده الجزء الاول من الوحده، ده الجزء الاول من الوحده. مطلوب مننا كمان ايوه المطلوب مننا كمان الجزء الثاني ده، ده مهم جدا، ده مهم جدا. ايوه معلش يا سير، حضرتك قلت ان الاسئله اللي على الستوري بتاعت الكونكت بلس هتبقى اختيار. أيوة. يعني انا لو جاوبتهاش هنقص، لو لو ما جاوبتهاش هنقص ولا ايوه عادي؟ طبعا لا، هتبقى اختيار، يعني اختار من بين الاقواس. ماشي. اختار من بين الاقواس، دي ولا دي ولا دي بس. ماشي. تمام، او صح وغلط، يعني هيبقى فيها صح وغلط وهيبقى فيها اختيار. بص احنا سير، احنا الامتحان هيكون فيه اسئله واحنا نجاوب. لا مش هيبقى فيه اسئله.